مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ هلا شو الفرق بين ويل ويل ويل؟ ويل الاولى تاتي بمعنى حسنا او جيدا، بمعنى ويل سيد، قول جيد او احسنت القول. ويل دان، احسنت العمل. تمام، ويل دان، ويل سيد، احسنت القول او احسنت العمل. طيب، او بتاتي بمعنى بصحه جيده، يعني واحد بيحكي لك هاو ار يو دوين، كيف حالك؟ فانت بتحكي له ام فيري ويل، الحمد لله بخير. هلا بصير تحكي بريتي جود، شو بصير تحكي بريتي جود؟ ويل اكثر تداولا، بس عشان نوضح معنى ويل بصير نحكي I'm very well، أو فيك تحكي مثلا I'm pretty good، الحمد لله تنتين الحمد لله بخير. تمام، well الأخيرة تأتي بمعنى بئر، بير. Let's pray to Allah، خلينا ندعي لرب العالمين that they get Rayan out of the well، إنهم يطلعوا ريان من البير. And may Allah bring him home safely، والله أتمنى من ربي وإن شاء الله، إن شاء الله يا ربي إنه الله يرده لأهله بالسلامة. May Allah bring him home safely، الله يرجع لبيته بالسلامة. طيب، Let's pray to Allah. خلينا ندعو لرب العالمين that they can get Rayan out of the well. إنهم هم بيطلعوا ريان من البير. And may Allah bring him home safely. والله يرده لأهله بالسلامة. بشوفكم درس جديد. باي باي.